طبيبكم. يا أطفال، سوف نقيم سوقاً خيرياً. المال الذي سنجمعه سنشتري به سطحاً للمدرسة. مرحبا. على الجميع إحضار شيء للسوق الخيري. ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئاً لم يعد يستخدم. مياو. لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم. وقت الرحيل. لا تنسوا ألعابكم القديمة للسوق الخيري غداً. تختار بيبا لعبة للسوق الخيري. بيبا، هل قررت؟ فلتختاري لعبة واحدة. أجل، وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة. حسناً، أنا سأتبرع بالسيد ديناصور. سيد ديناصور هو لعبة جورج المفضلة. بيبا، لا يمكنك التبرع بسيد ديناصور. ألا يمكنني؟ لا. يا للورطة، أنا آسفة. ديناصور، هل تتبرعين بصندوقك الصغير؟ حسناً، الآن دورك يا أبي. ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري. سأتبرع بهذه، وجورج سيتبرع بالكرة. بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت، إنه التلفاز. ليس التلفاز. لا، إنه مفيد جداً. أنا أعرف، خفاء أبي القديمان. لا، رائحتهما سيئة. عرفت، إنه كرسي أبي القديم. لكن هذا أثري. ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديماً جداً وقيماً. لكن وجدته في سلة النفايات، إنه زهيد. سيساوي الكثير عندما أصلحه. أتودين هذا الكرسي القديم؟ أوه، شكراً لكرمك. إلى اللقاء. وداعاً. أمي، لقد تبرعت بكرسي أبي. شش، لا تخبري، لن يلاحظ. إنه يوم السوق الخيري. مرحباً. أهلاً أنسة أرنبة. بيبا، ما رأيك بهذا الكرسي؟ رديء بعض الشيء، تستطيعين قطعه واستخدامه كحطب. لكنه أثري. حقاً؟ قال أبي إنه يساوي الكثير من المال. حقاً؟ لم أعلم، أظن علي رفع السعر. وداعاً. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا. بما تبرعت يا سوزي؟ تبرعت برداء الممرضة. تبرعت ببالون الببغاء. تبرعت بالقرد لعبتي. سوف أفتقد صندوقي الصغير. أشتري هذا الصندوق الصغير؟ وأنا أريد رداء الممرضة هذا. بالون الببغاء من فضلك. أمي، انظري لما اشتريناه. كل لعبك القديمة. لقد افتقدناها. انظروا لما اشتريته، إنه كرسي أثري. أوه دادي بيك، هذا ليس كرسياً أثرياً. بلى، أخبرتني الأنسة أرنبة، مثل كرسي القديم. أجل يا أبي، وهذا لأنه بيبا، كرسيك القديم الأثري. ماذا؟ لكن الأنسة أرنبة جعلتني أدفع الكثير من المال. خبر رائع للجميع، لقد قمنا للتو بجمع المال لسطح المدرسة الجديد. مرحبا. شكراً دادي بيج. على الرحب والسعة. دادي بيج يرتدي زي السباحة، ومامي بيج ترتدي زي السباحة، وبيبا ترتدي زي السباحة. أسرع يا جورج، الجميع ينتظر. وجورج يرتدي زي السباحة. بيبا، جورج، هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى.
يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنب ريتشارد. أهلا ريبيكا. مرحبا جميعا. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جدا، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جدا في السباحة. عندما يكبر جورج وريتشارد سيستطيعان السباحة مثلنا. صحيح يا ريبيكا؟ أجل. بيبا بيك. أمي، لا أستطيع السباحة تحت الماء. أنا أيضا لا يمكنني السباحة تحت الماء. أمسكي نظارتي جيدا. تفضل. أحسنت بالفعل. أنا جيد في السباحة تحت الماء. إن رشاش الماء هو للأطفال. أيمكننا القفز من على ألواح الغطس؟ آسفة يا بيبا، لكن ألواح الغطس هذه للكبار. أوه، ابتهجا وشاهدان أغطس. مضحك يا أبي، إن بطنك كبير جدا بالفعل. لا يهم، فزت بجوائز في الغطس وأنا صغير. كان هذا منذ وقت طويل دادي بيج. لحسن حظي أنني محافظ على رشاقتي. أرجوك أمسكي بنظارتي، ستشاهدينني أفضل من الجانب. أرجوك لا ترش الماء علينا يا أبي. لن أرش عليكم الماء بالطبع، قد أحتاج إلى لوح أعلى. أرجوك توخى الحذر. أجل، لا ترشنا بالماء يا أبي. لا تقلقي بيبا. أرجوك لا ترشنا بالماء يا أبي. قلت لن أرشكم بالماء. ماهر يا أبي. أحسنت دادي بيج. لا أحتاج إلى منشافة، لدي طريقتي الخاصة لتجفيف نفسي. رش دادي بيج الماء على الجميع. دادي بيج، أعتذر للجميع. بيبا بيج. استيقظ استيقظ أبي وأمي. ماذا ماذا؟ حان وقت النهوض. ما زال الوقت مبكرا، أتعلمين ما الساعة الآن؟ لا يا أبي، إن ساعتنا لا تعمل. يا إلهي، يمكننا إصلاحها. ساعة الوقواق. لما تسمى بالوقواق؟ بها طائر خشبي بالداخل يدعى وقواق. لم أرى الوقواق من قبل. هذا لأننا توقفنا عن تشغيله منذ مدة. الوقواق أصبح مزعجاً. أيمكننا تشغيله مجدداً؟ حسناً. دادي بيج يقوم بتشغيل ساعة الوقواق. دادي بيج يضبط الساعة للوقت الصحيح، إنها تقترب من التاسعة. أبي، أيمكن أن نرى الوقواق؟ سترين الوقواق قريباً. وكيف يبدو شكله يا أبي؟ الآن دعيني أفكر. يحرك رأسه هكذا، ويرفرف بأجنحته هكذا، وتقول كوكو كو. يا لك من وقواق صغير يا جورج. انظروا، هناك شيء ما سيحدث. واو. جورج المضحك، لقد فاتك الوقواق. الوقواق كان مذهلا جدا، كان يقول كوكو ولقد فاتك. لا تقلق يا جورج، ما زال يمكنك رؤية الوقواق. عليك الانتظار،
الوقواق يخرج كل ساعة. بيبا بيك، سيد ديناصور يريدك أن تلعب أيضا. ديناصور. جوج فاته الوقواق ثانية. لا تقلق يا جورج، لما لا تلعب في الحديقة؟ وسأناديك هنا حين وقت رؤية الوقواق. دورك يا جورج. إنها تقترب من الحادية عشرة. بيبا، جورج، وقت رؤية الوقواق. أسرع يا جورج كي لا يفوتك الوقواق. جورج يركض أسرع من كل مرة ركض فيها. جورج، أرأيت الوقواق؟ كوكو كوكو كوكو. بيبا وجورج يحبان لعبة الوقواق. كوكو كوكو. وقت النوم. كوكو كوكو. بيبا وجورج يشعران بالنعاس. كوكو. بيبا وجورج نائمان. لا، وقت النوم. يبدو أن بالوقواق شيئاً. يحتاج للنوم مثلكما أنت وجورج. ليلة هادئة. ليلة هانئة يا صغاري. جورج، أعرف كيف نجعله يتحسن. سنشغله مثل دادي بيج. مامي بيج ودادي بيج ناما بسرعة. ماذا؟ أمي، أبي، لدينا شيء نريه لكما. جعلنا الوقواق يعمل. بيبا بيج. بيبا بيج.